English at school. exercise one, Mamatlupi. Complete the questions and answers. use the present simple or present continuous إذا نقرر الجمل يلزمها إما present simple or present continuous ثم نجري التغيير الفعل بين القوسين طبعا التمرين يحتوي على حوارات منفصلة بين شخصين A و B في كل رقم لنتابع 1 A What فراغ you usually فراغ when you get home from school والفعل المقدم بين قوسين هو do يفعل When you get home from school هذه مثل العادة فحاضر بسيط نضع الفعل do في الفراغ ويلزمه أن يساعده في الاستفهام أيضا فعل do فعل العمل What do you usually do when you get home from school? الشخص الثاني يجيبه أيضا بالحاضر البسيط I usually have something to eat Two. A الشخص الأول يسأل What university فراغ your brother فراغ at this year? والفعل بين قوسين study كيف نقرر الزمن؟ إما حاضر مستمر أو حاضر بسيط. This year يلزمها حاضر مستمر. فإذا what university is your brother studying at this year؟ يجيب الشخص الثاني أيضا حاضر مستمر ب he is studying at Damascus University. 3 a what فراغ you فراغ to on the radio. It sounds interesting. إنه يبدو ممتعاً. بما أنه يبدو ممتعاً معناه أتكلم عن لحظة الكلام ولحظة الكلام يلزمها حاضر مستمر. Yes. ما لوازمها؟ فعل الكون والفعل الرئيسي له ING. كيف تصبح؟ What are you listening to on the radio? It sounds interesting. ماذا يجيب الشخص الثاني بي I am listening to a program about space travel استمع او اقوم بالاستماع لبرنامج عن رحلات الفضائيه Four a what فراغ your father فراغ وبين قوسين الفعل do هنا لم اتاكد ما الزمن الذي استخدمه اقرا الجواب b he فراغ a newspaper reporter إنه مراسل لصحيفة. وبين قوسين الفعل بي معناه يتكلم عن عمل والده. معناه نستخدم حاضر بسيط لمثل هذه الأسئلة أو مثل هذه الحوارات. نرجع إلى A what does your father do؟ ماذا يفعل والدك؟ ماذا يعمل والدك؟ He ماذا يصبح الفعل بي؟ يصبح is فقط. He is a newspaper. ريبرتر. 5. A. Hello روبا. Who فراغ you فراغ for؟ من فراغ أنت فراغ له. Wait ينتظر. من تنتظرين من تقومين بانتظاره؟ فأنا أسأل عن هذه اللحظة. حاضر مستمر. Yes. Hello روبا. Who are you waiting for؟ تجيب أيضاً حاضر مستمر B. I I'm waiting for my friend أنتظر صديقتي She faragh late إنها فراغ متأخرة She is late إذن الفعل بي يصبح is إنها متأخرة Exercise 2 المطلوب في exercise 2 Complete the story Use the past simple or past continuous إذن أكمل القصة ونستخدم past simple الماضي البسيط أو past continuous أو الماضي المستمر the day I فراغ meet my best friend it فراغ be the first day of my new secondary school secondary school مدرستي الثانوية my new secondary school مدرستي الثانوية الجديدة كيف يصبح؟ The day I met my best friend في اليوم الذي قابلت فيه صديقي المفضل it ماذا يصبح بالفعل بي was it was the first day of my new secondary school I فراغ وبين قوسين كلمة walk to school on my own وهنا انتهى الكلام أريد أن أقول أنني كنت أمشي إلى المدرسة بمفردي I was walking to school on my own إذن هنا ماضي مستمر I remember أنا أتذكر I think about the new teachers and students I would meet when suddenly I فراغ see someone across the road هنا ارتباط الفعلين ببعضهما I was thinking about the new teachers and students I would meet كنت أفكر بالمعلمين والتلاميذ الجدد الذين سوف أتعرف عليهم when suddenly عندما فجأة I أريد أن أقول رأيت someone شخصا I saw I saw someone across the road رأيت شخصا عبر الطريق she فراغ ويف at me هي اريد ان اقول كانت تلوح لي بالماضي المستمر ايضا yes she was waving at me i فراغ stop انا اتوقف اريد ان اقول انا توقفت i stopped to talk to her توقفت لاتحدث معها she said هي قالت I live in your street. أنا أعيش في شارعكم. I forgot to talk to your mother, and she told me you forgot start at the school today. تريد أن تقول أنها كانت تتكلم مع أمي وأخبرتها بأنني أبدأ في المدرسة اليوم. كيف يصبح هذا الفعلان؟ I was talking to your mother and she told me You were starting at the school today I, Farad, come to the school last year تريد أن تقولي أنها جاءت إلى المدرسة السنة الماضية I came Yes ماضي بسيط I came to the school last year Would you like me to show you around أريد أن أريكي حول المدرسة حول المكان and we have been best friends وأصبحنا أصدقاء أفضل أصدقاء since that day منذ ذلك اليوم exercise 3 مطلوب فيه complete the dialogue أكمل الحوار with used to didn't used to be used to or didn't used to or would أو كلمة would ونتذكر استخدام هذه الكلمات بمعنى اعتاد على Sometimes both are possible. هنا تنبيه بأن في بعض الأحيان كلا الحلين ممكن. زينب Grandmother you فراغ live in this town when you were a child. يا جدتي أنت فراغ تعيشين هنا فقط used to لأن الفعل ليس حركيا ولا يجوز له would. used to live. أعتدتي أن تعيشي in this town في هذه البلدة when you were a child عندما كنت طفلة. What was it like then? كيف كانت تبدو عندها؟ Have things changed much? هل تغيرت الأشياء كثيرا؟ ترد uh, grandmother على زينب. تقول لها: Yes, they have. نعم تغيرت. وي فراغ have a سينما <applause> هنا تصبح نحن لدينا سينما نريد ان ندخل عليها واحده من الكلمات والمناسبه هي didnt use to لم نعتد ان يكون لدينا سينما we didn't use to have a cinema or a sports center او مركز رياضي like we do now كما نحن الان so in our free time لذلك في اوقات فراغنا we فراغ play imaginary games كنا أو نحن فراغ نلعب ألعاب تخيلية عقلية والمناسب هنا ممكن أن نضع would أو نضع used to لأن الفعل حركي play we would play imaginary games أو لا خلاف أن نقول we used to play imaginary games every day كل يوم for example حسب المثال we فراغ dress up أيضا الفعل dress up يناسبه إما would أو used to we would dress up كنا أو اعتدنا أن نرتدي you or we used to dress up أو اعتدنا أن نرتدي أن نلبس ملابسنا يعني and pretend we were living long ago وأن نتظاهر بأننا كنا نعيش مدة طويلة منذ مدة طويلة. ذات فراغ بي الفعل بي لا يناسبه الا used to ولا تأتي معه would. We that uh, used to be our favorite game كانت اعتادت هذه ان تكون لعبتنا المفضلة. and sometimes وأحيانا we فراغ take a table outside. Uh, نأخذ طاولة خارج البناء خارجا. Uh, هنا take أيضا ممكن ان ياتي معها would او used to واحده من اثنتين تكون مناسبه and sometimes we would take او we used to take a table outside turn it upside نقلبها down and pretend it was a ship نقلبها و نتظاهر او نتخيل بانها كانت سفينه sailing to another country مبحرة إلى بلد آخر. So although وبالرغم من ذلك we didn't have entertainment لم تكن لدينا التسلية. We فراغ have a lot of fun anyway. إذا بما أنه لم يكن لدينا ترفيه اعتدنا أن used to هنا فقط لأن have لا يأتي معه فقط إلا used to وليس would. We used to have a lot of fun anyway. اعتدنا أن يكون لدينا التسلية على أي حال. exercise 4 ما المطلوب فيه؟ rewrite these sentences using should shouldn't اعد كتابة هذه الجمل باستخدام should shouldn't must mustn't or have to don't have to ونتذكر معاني هذه الكلمات بمعنى يجب أو يجب ألا. المثال الأول it isn't A good idea to do your homework in a hurry إنها ليست فكرة جيدة أن تكتب وظيفتك أو أن تعمل وظيفتك بسرعة، بعجلة. كيف أعيد صياغة هذه الجملة؟ وأدخل واحدة من هذه الكلمات؟ المناسبة هي shouldn't أنصحه بألا You shouldn't do your homework in a hurry. يجب ألا تعمل وظيفتك بعجلة. One It's a good idea to make a revision timetable. إنها فكرة جيدة حسنا أن تنشئ جدول مراجعة. فأنا أنصح هنا وليس إجبارا قويا إجبار معتدل. You should yes you should make a revision timetable. Two. Don't be late. لا تتأخر. ما السبب? Because the bus لأن الحافلة won't wait for you لن تنتظرك فأنا هنا ليس فقط أنصحه أعطيه إجبارا بأن لا يتأخر you mustn't be late يجب ألا تتأخر because the bus won't wait for you لأن الباص لن ينتظرك أو الحافلة لن تنتظرك. 3 We are only allowed نحن فقط يسمح لنا to wear black shoes أن نرتدي حذاء أسود to school إلى المدرسة إذا هذا هو المسموح وهذا قرار وإجبار من شخص آخر ماذا نضع من الكلمات هذه yes have to we have to wear black shoes to school علينا أن نرتدي حذاء أسود إلى المدرسة four it's important for me to remember my aunt's birthday next week. إنه من المهم بالنسبة لي أن أتذكر عيد ميلاد عمتي الأسبوع القادم. I فراغ remember my aunt's birthday next week. أنا ألزم نفسي إذن بكلمة must. Yes, I must remember my aunt's birthday next week. يجب أن أتذكر عيد ميلاد عمتي الأسبوع القادم. 5. it isn't necessary to bring your own lunch. ليس من الضروري ليس ضروريا أن تأتي أو أن تجلب غداءك الخاص You can have lunch in the school يمكن أن تأكل أو تتناول غداء في المدرسة uh, School dining room too في غرفة طعام المدرسة أيضا إذا أنت هنا مخير إما تفعل أو لا تفعل فنقول Yes don't have to You don't have to bring your own lunch. ليس عليك أن تأتي بغدائك الخاص. Thank you.